الإذاعة التونسية. مستمعينا مستمعاتنا، إليكم الآن محاضرة عالم الكيمياء الأستاذ منجي البواندي المتحصل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023، والتي ألقاها يوم 21 من مايو 2024 بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. ولدت في باريس، أبي تونسي وأمي فرنسية، وقد قضيت طفولتي بين تونس وفرنسا، ثم انتقلنا للعيش في الولايات المتحدة. أبي كان عالم رياضيات، وقد انتقل للعمل في جامعة بيردي يونيفرسيتي في مقاطعة الأنديانا. كان ذلك سنة 1971 عندما كان عمري 10 سنوات، وكنا نعود إلى تونس لزيارة العائلة والأقارب. وأنا اعتدت على السفر من بلد إلى آخر بمقتضى عملي، فالاشتغال في مجال البحث والعلوم يمكنك من زيارة عدة مناطق في العالم. لذا قبل أن أنطلق في الجزء التقني من حديثي، أردت أن أقول شيئا عني. بما أني تونسي وفرنسي وأمريكي وعشت في عدة أماكن، كنت أشعر أنني غريب أينما ذهبت، وهو شعور يمكن استثماره. عندما بدأت أبحاثي كنت منظرا، وكنت أشتغل على توليف الجزيئات والجسيمات النانوية، وقد كنت غريبا عن هذا المجال المعرفي، ولكنني كنت مرتاحاً وسعيداً بهذا الشعور، لأنني طورت شيئاً جديداً لم يكن ليقوم به شخص آخر. فعندما لا تكون غريباً عن المجال المعرفي، وعندما تكون جزءاً من العائلة، فإنك تبقى في العائلة وتستمر في القيام بنفس الأشياء التي كان يفعلها الناس لسنوات، ويصبح من الصعب قليلاً اكتشاف أشياء جديدة. عندما نكون من خارج المجال، يمكننا أن نكتشف من وقت لآخر أشياء لم يفكر فيها الآخرون. في 4 من أكتوبر تلقيت مكالمة هاتفية على الساعة 5 صباحا، مما أيقظ زوجتي مزعوجة، لأن مكالمة هاتفية في الصباح الباكر لا تحمل عادة أخبارا جيدة. سأل الشخص الموجود على الخط بلكنة سويدية عن البروفيسور باوندي، وعرفت على الفور أن المكالمة من السويد. قلت لزوجتي إنها ستوكهولم، فهمت على الفور وبدأت بالصراخ وأرادت إخبار شقيقها، فقلت لها إنه علينا الانتظار نصف ساعة، إلا أنه بعد 5 دقائق من المكالمة الهاتفية بدأت أتلقى رسائل تهنئة من كوريا، واستغربت من سرعة انتشار الخبر، وتبين فيما بعد أن هناك تسريب لدى طلاب السابقين. وبعد ذلك كان يوم 10 ديسمبر عندما تسلمنا الجائزة، وكان حدثا لا يصدق. كنت محظوظا جدا بالحصول على الجائزة مع الشخص الذي عملت معه في بيل لابس، إنه لويس أوبروس. عملت معه لمدة 2 سنين في مختبرات بيل في نيو جيرسي، وهو الذي فاز بالجائزة عن اختراعه اكتشاف النقاط الكمومية. وأليكس ليكيموف روسي، كان يعمل في روسيا سنة 1980. أليكس ليكيموف est un russe, il travaillait en Russie en 1980. عندها لم تكن هناك علاقات بين روسيا والولايات المتحدة. كان الباحثان يعملان على نفس الشيء ولم يلتقيا قط، ومع ذلك اكتشف نفس الشيء في الوقت نفسه. ils ont écrit avec les trois premiers mots.
إنه أمر لا يصدق، ولكن هذا هو العلم. ففي كثير من الأحيان يتم اكتشاف الأشياء بالتوازي. اكتشفوا ذلك وكتبوا بالكلمات الثلاث الأولى نفس تأثير الحجم الكمي. إنها الكلمات الثلاث الأولى من عنوان ما كتبوه. لقد اكتشف هذا سنة 1983. أنا بدأت العمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سنة 1990، وكتبت النتائج التي حصلنا عليها في بداية فترة تدريبي في المعهد سنة 1993. لماذا كان التوليف مهما؟ لأننا بالتوليف يمكن لنا صنع جسيمات نانوية ذات نوعية جيدة جدا، وبالتالي يمكننا اكتشاف العلم الأساسي لهذه الجسيمات. لجنة نوبل نفسها اعتبرت أن الحصول على المادة لا يقل أهمية عن اكتشاف التأثير، وقد كتبنا ورقة سنة 1993 حول كيفية القيام بها. وبعد خمس سنوات فقط، أي سنة 1998، تم تأسيس أول شركة لاستخدامها في علم الأحياء. كانت هناك 10 سنوات بين الاكتشاف والتوليف، 5 سنوات بين التوليف والتطبيق التجاري الأول. التطبيق التجاري الثاني حدث سنة 2010. في البداية كنا البعض من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال. كان هناك لبروس في الولايات المتحدة وأليكسي إيكيموف في روسيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة وكان لدينا طلاب وكان طلابنا لديهم طلاب. والآن في جميع أنحاء العالم هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعملون على هذا الموضوع. كوريا، سويسرا، فرنسا، الولايات المتحدة، أستراليا. وتحتوي هذه الجسيمات النانوية على مئات من الذرة. هي أكبر من الجزيء وأصغر بكثير من شيء صلب. إنها 0.5 نانومترات، وتمكن من صنعها بحيث تكون جميعها تقريبا بنفس الجودة وتقريبا لها نفس عدد الذرات. وكان ذلك في بداية علم النانو. نسمع الكثير عن علم النانو وتكنولوجيا النانو. هذا هو علم معالجة المادة على مستوى الذري في أبعاد صغيرة جدا مثل الأبعاد النانومترية. وفي هذا البعد تتمتع المادة بخصائص تختلف حقا عن الذرة والمادة الكبيرة بهذا الحجم. والعلوم الأساسية تطرح هذا السؤال: ماذا يحدث كخاصية؟ ماذا يحدث عندما ننتقل من الذرة إلى غرفة كبيرة بلورة كبيرة مثلا؟ ماذا يحدث بين اثنين؟ وما اكتشفناه هو أنه في المنتصف توجد تأثيرات نسميها تأثيرات كمية، وهي ليست تأثيرات فيزيائية كلاسيكية. التأثيرات الكمومية أي أن هذه الجسيمات الصغيرة، الجسيمات النانوية، عندما نستخدم الضوء فوق البنفسجي نرى ضوءا ساطعا ومشبعا للغاية، وهذا يعني أنه يمكننا استخدامه لأشياء أخرى كثيرة. Beaucoup d'autres choses. Alors dès qu'on voit quelque chose comme ça, on se dit, mais comment on peut l'utiliser ça? C'est
يبدو الأمر رائعا نوعا ما، ويمكننا أن نصنع كل الألوان ولا يتعين علينا التوقف عند اللون الأزرق، بل يمكننا حتى الذهاب إلى الجانب الآخر. لذلك استخدمنا ذلك لاكتشاف العلوم الأساسية، وعندما نكتشف أشياء جديدة يمكن أن تصبح تطبيقات وتقنيات جديدة لا نعرفها والتي يمكن استخدامها لأغراض تجارية. La première application commerciale en 1998, juste 5 ans après, c'est أول تطبيق كما قلت كان توليف في عام 1993، أول تطبيق تجاري في عام 1998، بعد 5 سنوات فقط. إنه تطبيق طبي حيوي نسميه التصوير في الجسم الحي، وهو كشف ورم فأر صغير مريض، وكان بالإمكان رؤية ما بداخله بفضل هذه الجزيئات الصغيرة التي تنتقل داخل ذلك الورم. يمكننا أن نتعلم أشياء عن السرطان، ويمكننا أيضا أن نتعلم أشياء عن الخلايا التي تستخدم هذه الجسيمات. إنها شركة تأسست في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبيركلي، تسمى شركة كوانتوم دوت كوربوريشن، وهي الآن جزء من شركة أكبر، ثيرمو فيشر. سنة 2012 كان أول تطبيق، وهو الآن موجود في كل مكان. عندما تكون لديك شاشة ينبعث منها الضوء، ترى ألوانا جميلة جدا. من أين تأتي هذه الألوان؟ لقد اتضح أن هذه النقاط الكمومية وهذه الجسيمات النانوية جيدة جدا في إصدار ألوان مشبعة بقليل من الطاقة. وقد تم بيع أول جهاز تلفزيون من سوني في عام 2012، وهو يستخدم النقاط الكمومية والجسيمات النانوية لإنشاء الألوان الخضراء والحمراء. تكنولوجيا كي ا يو لو بري موبيل اوسي كي ا ايتي انفنتي ان 1980. وياتي اللون الازرق من تقنيه اخرى حازت ايضا على جائزه نوبل، والتي تم اختراعها سنه 1981. فاللون الازرق هو مصدر كل الطاقه في جهاز التلفزيون هذا، والازرق يصبح اللون اخضر واحمر بسبب النقاط الكموميه. لو بلو اي ديفيان لو فير اي لو روج à cause des quantum dots. J'ai été en Californie il y a quelques semaines. لقد كنت في كاليفورنيا منذ بضعة أسابيع في مؤتمر كبير مع كافة شركات العالم المصنعة للشاشات وأجهزة التلفزيون، وتأكدت أن معظمهم الآن يستخدمون النقاط الكمومية لإنشاء كل الألوان على الشاشات. سوف يبيعونها لشاشات السيارات وشاشات الساعات وشاشات النظارات وما إلى ذلك. سيكون لدى معظمها نقاط كمومية الآن. إنه حقا تطبيق لم نفكر فيه على الإطلاق منذ 30 عاما، وقد كان الفضول هو الذي دفعنا إلى إجراء بحوثنا. عندما رأينا أن هناك خصائص جديدة قلنا لأنفسنا إنه ربما يكون هذا شيء يمكننا استخدامه. لقد كان الفضول هو الذي أدى إلى تقديم الطلب. à faire les choses qu'on faisait, la recherche qu'on faisait. Et c'est juste quand on a vu qu'il y avait de nouvelles propriétés qu'on s'est dit « Ah, c'est peut-être quelque chose qu'on peut utiliser ». On était chimistes, c'est pour ça que l'application en biologie était la première. كنا كيميائيين، ولهذا السبب كان التطبيق الأول في مجال علم الأحياء، لأن الكيمياء والبيولوجيا قريبان جدا. لم أكن أعرف شيئا عن الإلكترونيك، وقد كان تطبيق في المجال الإلكتروني أسهل بكثير في التطبيق في مجال علم الأحياء. كان ينبغي أن يكون الأول، ولكن أحياناً لا تسير الأشياء بالترتيب الزمني المأمول. وأنا في مختبري الآن أحاول تقديم تطبيقات على الاتصالات الكمومية. إنها الفيزياء، لا أعرف عنها الكثير. ما زلت غريباً، لقد كنت غريباً عن أجهزة التلفاز. أنا غريب عن ما سأفعله الآن، ولكن لا بأس أتعلم. Je suis un étranger pour ce que je vais faire maintenant. J'étais un étranger quand j'ai fait la synthèse. Mais c'est okay. It's okay. You know. You learn.
Ok, bon, un peu à moi. Mon grand-père, c'était Abdelaziz Bawandi. C'était un homme religieux assez connu en Tunisie. كان جدي عبد العزيز باوندي رجل دين معروف في تونس. توفي سنة 1940 في بداية الحرب العالمية الأولى. كان مصابا بالسكري ولم يكن لديه أنسولين. ترك زوجته ومعها طفلان فذهبت للعيش في باب سويقة بتونس. Il a laissé sa femme et deux enfants et elle a été habitée à un endroit à Tunis qui s'appelle Bab Souika. Vous connaissez peut-être Bab Souika, c'est pas très riche Bab Souika, mais c'est باب سويقة لم يكن حيا للأثرياء ولكنه كان بالأطفال الذين أرادوا حقا التعلم وثابروا. نشأ والدي بين والدته وأعمامه الذين كانوا يمتهنون الخياطة. كانوا يعيشون في منزل صغير مع عائلة كثيرة العدد وكان والدي هو الأكبر سنا. كان يدرس في المعهد الصديقي ورأى أحدهم أنه ذكي وأنه يحب الرياضيات لذا مكنته الدولة التونسية من منحة للدراسة في فرنسا. Tunisien lui a donné une bourse pour aller en France pour faire ses études après le lycée. Et c'est là qu'il a connu ma mère. C'est une histoire assez générale, je crois, en Tunisie. هذا هو المكان الذي التقى فيه بوالدتي. أعتقد أنها قصة عادية إلى حد ما في تونس. التونسيون الذين يكملون تعليمهم في فرنسا ويلتقون بامرأة فرنسية. كنا نأتي دائما إلى تونس لزيارة جدتي وأبناء عمي أبي الذين تأثروا بأبي وواصلوا دراستهم العليا. Alors il a travaillé entre deux continents. L'Europe et la Tunisie, l'Afrique. كان والدي عالم رياضيات وقد عمل بين قارتين أوروبا وتونس ثم درس في جامعة تدعى بيردي بمنطقة تسمى ويست لافايت بالولايات المتحدة الأمريكية وإذا استبدلنا حرفا تصبح بيردو يعني ضائع بالفرنسية. بيردو P-U-R-D-U-E remplace une lettre ça devient perdu. Et c'est comme ça que je me pensais complètement perdu parce que quand j'avais 10 ans, je connaissais le français, je connaissais un peu d'arabe, mais je connaissais pas du tout l'anglais. بالفعل ظننت أنني ضائع تماما لأنني عندما كنت في العاشرة من عمري كنت أتكلم الفرنسية وأعرف القليل من اللغة العربية لكنني لم أكن أعرف الإنجليزية على الإطلاق. وعندما أراد والداي أن أتعلم اللغة الإنجليزية اعتقدت أنها غير مجدية لأن الجميع ربما يفهمون الفرنسية أو العربية. لم يكن ذلك صحيحا. ففي المرة الأولى التي رأيت فيها صبيا صغيرا آخر جاء ليلعب معي وبدأ يتحدث معي باللغة الإنجليزية لم يكن لدي أي فكرة عما كان يقوله. نظرت إليه هكذا وكأنه مجنون. لكن عندما تكون صغيرا يكون تعلم اللغات أمرا سهلا. بعد 6 أشهر أصبحت أتقن اللغة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدرسة خاصة. تعلمت ذلك فقط من خلال سماع اللغة ومن ثم بدأت دراستي العليا. في البداية ذهبت إلى جامعة هارفارد. لم يكن لدى والدي التونسي وأمي الفرنسية أي فكرة عن النظام التعليمي الأمريكي. لذلك عندما حان الوقت لتقديم طلبي للقبول في هذه الجامعات سألوا أصدقائهم إلى أين يجب أن أذهب. قالوا إذا تم قبوله في جامعة هارفارد عليه أن يذهب إلى جامعة هارفارد. ولهذا السبب ذهبت إلى هذه الجامعة بسبب الأصدقاء لكنها كانت مدرسة جيدة ودرست هناك الكيمياء. Mais c'était une bonne école quand même. Alors j'étais là-bas et j'ai fait la chimie. Je dois dire que quand j'étais au lycée, c'est très important ça, ce que je vais dire. Quand j'étais au lycée, j'avais un prof de chimie qui était vraiment très très bon. C'est vraiment à cause de lui
يجب أن أقول أنه عندما كنت في المدرسة الثانوية كان لدي مدرس كيمياء كان جيدا جدا ولقد أصبحت كيميائيا بفضله حقا. ثم ذهبت إلى جامعة هارفارد أين يدرس طلاب أتوا من نيويورك وكاليفورنيا وكنت غريبا مرة أخرى لأنهم كانوا أذكياء جدا وكانوا يعرفون الفيزياء بطريقة لم أكن أعرفها. لقد جاءوا من المدارس الخاصة والمدارس الخاصة في الولايات المتحدة باهظة وجيدة جدا. أما أنا فقد جئت من مدرسة عمومية واعتقدت أن جامعة هارفارد ليست مناسبة لي. لقد كنت غريبا حقا لكن كان لدي مدرس كيمياء في السنة الأولى أدرك أن لدي شيئا في الكيمياء وبسببه أيضا أصبحت كيميائيا. في أول امتحان لي في الكيمياء في جامعة هارفارد حصلت على أسوأ درجة في الفصل واعتقدت أن هذه هي النهاية. كنت أعرف المادة جيدا ولكنني عندما دخلت إلى غرفة الامتحان أصبت بالشلل. نظرت إلى الأسئلة ولم أستطع كتابة أي شيء. ما كان يحدث هو أنني لم أتعلم منهج الدراسة. هذا كل ما كنت بحاجة للقيام به أن أتعلم كيف أجري الامتحان لأن الامتحانات تختلف عن البحث. يجب أن تكون المادة موجودة في دماغك بطريقة يمكنك استخدامها بسرعة كبيرة. Une façon qu'on peut l'utiliser très rapidement. C'est une chose qui est utile aussi quand on fait de la recherche, parce que quand on trouve des choses nouvelles, il faut savoir très rapidement la connexion avec d'autres choses. Donc, وهذا شيء مفيد أيضا عند إجراء البحث لأنه عندما تجد أشياء جديدة عليك أن تعرف بسرعة كبيرة ارتباطها بأشياء أخرى. وعندما تعلمت دراسة الامتحانات لم يعد لدي أي مشاكل في الكيمياء. بقيت في الكيمياء لكنني أحببت الفيزياء أيضا. كنت أشعر بالرهبة حيال الطلاب الذين يدرسون الفيزياء باعتباري غريبا عن المجال. أصبحت عالم فيزياء وكيميائي أي أنني أستخدم الكيمياء والفيزياء في نفس الوقت. وما فعلناه النقاط الكمومية هو في الواقع بين الاثنين إنه تأثير فيزيائي لكن التوليف كيميائي للغاية. كان وجودي بين عالمين هو ما جعلني قادرا على فعل ما فعلته. وجودي عند تقاطع عوالم عديدة كان مفيدا جدا بالنسبة لي. entre deux mondes que j'ai pu faire ce que j'ai fait à l'intersection de plusieurs mondes pour moi ça a été vraiment très utile. après Harvard j'étais à University of Chicago j'ai eu mon doctorat. j'ai commencé par être un théoriste. بعد جامعة هارفارد ذهبت إلى جامعة شيكاغو وحصلت على درجة الدكتوراه. أحببت كثيرا الرياضيات ربما بسبب والدي لكنني لم أرد أن أصبح عالم الرياضيات. ما أردته هو القيام بتجارب واستخدام يدي والتفكير في اكتشاف أشياء جديدة. لذلك je voyais pas comment j'allais découvrir quelque chose de vraiment nouveau en étant théoriste. je pensais que j'étais pas assez intelligent. في جامعة شيكاغو كنت في البداية منظرا وأحببت ذلك لكنني لم أفهم كيف سأكتشف شيئا جديدا حقا من خلال كوني منظرا. واعتقدت أنني لم أكن ذكيا بما فيه الكفاية لذلك غيرت اتجاهي. alors j'ai changé. C'est ça qu'il faut être flexible, hein. Faut être flexible, faut pouvoir décider. Bon,
Il est temps de changer. Alors j'ai changé et je suis devenu, j'ai fait des expériences. يجب أن تكون مرنا حتى تتمكن من اتخاذ القرار لذلك. أصبحت أجري التجارب وحصلت على منحة دراسية للذهاب إلى مختبرة بيل بينما كنت أقوم بتحضير درجة الدكتوراه، وهناك التقيت بلو بروس الذي فاز معي بجائزة نوبل. Et c'est là que j'ai rencontré Lou Bruce qui a eu le prix Nobel avec moi. C'est lui qui m'a accueilli dans son labo quand j'étais étudiant à Chicago. لقد كان هو من رحب بي في مختبره عندما كنت طالبا في شيكاغو، وهذا يعني أنه عندما غادرت شيكاغو ذهبت معه إلى مختبرة بيل. كانت بيل لابس مكانا رائعا، كان مكانا يضم علماء طموحين وتنافسيين ولديهم الكثير من الموارد، ولكن ليس هناك الكثير من اليد العاملة. عندما يكون لديك الكثير من الأيدي التي تساعدك في البحوث، إنها فكرة بيل لابس، القدرة على العمل مع أشخاص آخرين في تخصصات أخرى. كان ذلك مذهلاً لأنه يمكننا التحدث مع الكيميائيين والمهندسين والفيزيائيين، يتحدث الجميع مع بعضهم البعض، كان الجميع أصدقاء وأرادوا حقاً العمل معاً. D'autres personnes dans d'autres disciplines. Ça c'était ce qui avait incroyable à Bell Labs, qu'on pouvait aller parler aux chimistes, parler aux ingénieurs, parler aux physicistes, les physiciens. Et tout le monde se parlait, tout le monde était ami et voulait vraiment travailler ensemble. Et quand j'ai commencé ma carrière à MIT, j'ai voulu faire la même chose. J'ai parlé à beaucoup de gens dans des sujets très différents. عندما بدأت مسيرتي المهنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أردت أن أفعل الشيء نفسه. لقد تحدثت مع الكثير من الناس حول مواضيع مختلفة جدا، وبهذه الطريقة تمكنا من تطوير العلوم الأساسية، ولكن أيضا تطوير التطبيقات، وهذا يعني عدم البقاء في بئر صغير والبقاء عالقين. علينا توسيع نطاقنا من خلال التحدث مع العديد من الأشخاص الآخرين، ليس فقط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولكن في جميع أنحاء العالم. You know, little words for the next generation. What I learned the hard way, especially the last one, I think it's so important to stay curious. Restez curieux. On est né curieux. Et si on veut avancer le monde, découvrir de nouvelles choses, il faut rester curieux sur tous les sujets. إذا أردنا النهوض بالعالم واكتشاف أشياء جديدة، فيجب أن نبقى فضوليين بشأن جميع المواضيع، ليس فقط الموضوع الذي هو موضوعنا، ولكن بشكل عام. يجب أن نستمر في التعلم، لأنه يمكننا دائما حتى عندما نكون في الستين مثلي. أنا في 63 من العمر، تعلم الكثير من الأشياء. يساعدك الفضول على الاستمرار في تعلم المزيد والمزيد من الأشياء. أحب تعلم التاريخ، إنه ليس علما لكني أحبه، فأنا فضولي وأريد معرفة تاريخ العلوم وتاريخ الاقتصاد وكل شيء. Soyez flexible, be flexible. Si quelque chose ne marche pas pendant un certain temps, faut changer. كن مرنا، إذا لم ينجح شيء ما لفترة من الوقت فيجب تغييره، ولكن يجب علينا ألا نستسلم. يمكننا تغيير الاتجاه، هذا لا يعني أننا نستسلم، وهذا يعني أننا قد نتخذ منعطفا. لأننا نرى شيئاً قد يكون أسهل قليلاً وأكثر إثارة للاهتمام من اتجاه لم يكن هو الاتجاه الذي اعتقدنا أننا نسير فيه. ولسوء الحظ تعلمت هذا في وقت متأخر من الحياة، كان يجب أن أتعلم هذا مبكراً عندما كنت طفلاً. استمتعوا بالحياة، فلدينا حياة واحدة فقط. هناك أشياء كثيرة في الحياة جيدة حقاً، عليك أن تشارك. الضغط الذي تعرضت له في البداية لم يساعدني في أي شيء، كان يجب أن أستمتع بالحياة أكثر قليلا في البداية. J'aurais dû profiter un peu plus de la vie au début. Merci. L'idée a tout fait.